كشفت هيئة النزاهة عن نتائج تقصيها مراحل بيع الدولار بمزاد نافذة بيع العملة، فيما دعت لسن قانون يمنع خروج الأموال إلا بموافقات رسمية خاصة لضمان السيطرة عليها ومنع غسيلها. وشخص تقرير للهيئة وجود فروقات مالية بين عملية بيع الدولار من قبل البنك المركزي وما تمت جبايته فعليا من الهيئة العامة للجمارك كإيرادات، إضافة إلى عدم وجود نظام رقابي رصين لكشف المتلاعبين في المصارف الأهلية في نافذة مزاد بيع العملة عبر تقديم معلومات غير مكتملة، لا سيما تلك المتعلقة بالتصاريح الجمركية أو المشاركة بشركات وهمية، فضلا على عدم وجود تنسيق بين الهيئتين العامتين للجمارك والضرائب في توثيق التصريح الجمركية، الأمر الذي يؤدي لعدم جباية الضرائب بالصورة المثلى.